مرحبا، كيفكن اليوم؟ بهذا الفيديو يلي هو حيكون كتير صغير رح اشرح لكم عن البونت سكوير، بس كيف معقولة تجي الاسئلة عن البونت سكوير بالانترنس اكزام. هلا بالنسبة لكم، نحن بجريد 12 الاس ما بنرسم بونت سكوير لحالها، وبحال رسمناها هيك بالامتحان الرسمي ما بناخد ولا علامة. المفروض نعمل فاكتوريال اناليسز، وهيدي الفاكتوريال اناليسز بتوصلني لبونت سكوير، والبونت سكوير بتعطيني الريزلت. يعني مثلا خليني افترض اعطونا هيدا السؤال: make the necessary factorial analysis to find the phenotypic and genotypic results of F2 يلي هي F1 كروس F1. سو انا في مراحل بدي امشي عليها. اول مرحلة لاعمل هالفاكتوريال factorial analysis بدي اشوف شو الفينوتايبس اوف ذا بيرنتس، برجع بطلع الجينوتايبس اوف ذا بيرنتس، برجع بطلع الجاميتس لهول البيرنت، برجع باخد هول الجاميتس وبجي بحطهم بقلب التيبل اوف كروس. واكيد ما بهم اذا حطيت الميل فوق او الفيميل، يعني انا فيي احط هون ميل اور فيميل مثل ما انا بدي، وتحت فيه حط فيميل اور ميل. سو ما بتفرق اذا انا حطيت ميل فوق او ميل تحت والعكس. اوكي، بعد ما اعمل انا هيدي التيبل اوف كروس بيطلع عندي هول الريزلت يلي هن هودي الاربعه بوكسز. وهول مين بيكونوا؟ هول بيكونوا الاف 2، هول بيكونوا الاف سبرينج. سو اكوردينج تو ذا اكزامبل يلي مبين قدامنا، نحن هون في عنا 2 1 over 4 plus 1 over 4 BW، يعني 2 over 4 and therefore 1 over 2 BW. في عندي 1 over 4 B وفي عندي 1 over 4 WW. ولأنه نحن هون عم نحكي عن case of dominance، يعني أنا هيدا black هيدا black هيدا black، so 1 over 4 plus 1 over 4 plus 1 over 4 3 over 4 black، وبتنكتب كمان بهيدي الطريقة. أو 1 over 4 plus I'm sorry plus 1 over 4 white، أو بتنكتب كلمة كاملة أو بهاي الطريقة. ونحن مجبورين بامتحاناتنا بـ 12 ألأس نكتب كل هو لناخد العلامة. however أنا بدي إياكم تفهموا كل بارت من البونت سكوير لتكونوا قادرين تجاوبوا بامتحانات الدخول. يعني لازم تفهموا إنه نحن إذا شقلبنا الجميت هون ما في مشكلة. أوكي؟ لازم تفهموا إنه هون horizontally وvertically بحط الجميت. لازم تفهموا إنه بالنص هولي هن الأولاد، هن الأوفسبرينج، هن نتيجة الأفتو أو الأولاد يلي نحن عم نفتش عليهم. أوكي؟ خلينا نعمل example أنا وأنتو. So in the use of a Punnett square for genetic results of crossing individuals, all different kinds of sperm يعني male are lined up either horizontally or vertically. يعني شو عم بيقولوا لي؟ عم بيقولوا لي إنه الميل sperm فيي حطهم أو horizontally أو vertically، يعني هيدا أكيد صح. B. Every possible allele combination is placed within the square. طيب أنا مثلا بدي أفترض إنه وصلت لهون وما عرفت شو، ما فهمت شو قصدهم. أوكي؟ سو يلي بعمله I skip B، بروح بقرا C. The results show the offspring expected genotype. يعني الريزلت اللي هن هون شو رح يكونوا؟ رح يكونوا الجينوتايب تبع الاوفسبرينج مزبوط 100%. سو هي كمان صح، معناتها انا صار عندي جوابين صح وهن بدهم اياني نقي جواب واحد. سو انا ديفينتلي رح روح على الدي، and therefore B is also correct. اوكي، مزبوط انه القليل كومبينيشن القليل يلي بيطلعوا معي رح روح انا احطهم بسكوير بقلب البونت سكوير، وهيدا شيء صح. بس انا افترضت انه انا ما فهمت هيدي الجمله. سو بما انه السي صح والاي صح وانا مجبوره انقي بس وان انسر، سو ديفينتلي اتس دي. اوكي، هلا اذا انتم حابين تنضموا الي لحتى ندرس انا وانتم ونحضر للانترنس اكزامز بكل الدروس اللي مطلوبه، نخلص كل المنهج قبل بوقت، نعمل سامبلز، نعمل زوم سيشن، فيكم تضغطوا على الرابط تحت هيدا الفيديو لحتى تعرفوا كل التفاصيل عن تو سكسيد ان بايولوجي انترنس اكزامز.